25 مارس 2020 صبحكم الله بالخير مشاهدينا في برنامج شمس البحرين. في حلقة اليوم راح نتعرف على مشروع المبتكر البحريني أيوب رحمة، وراح أيضا نتعرف على كيفية التعامل مع المعلومة في الفقرة الاجتماعية. ولكن قبل ما نبتدي خلونا نشوف وياكم ومضاتنا شو تقول. ومضاتنا لهذا اليوم تقول: الراحة ليست دائما في تحقيق ما تريد، بل في مدى إدراكك للبركة فيما لديك. اليوم فقرتنا عن شاب بحريني من ذوي العزيمة، هو أكيد شاب طموح كان متفوق من فترة صغره لحد اليوم، وعنده العديد من الإنجازات والابتكارات أهمها في مشروع سمارت أكسس. يسعدنا اليوم نستضيف الشاب المبدع أيوب رحمة. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. شكرا لضيافتكم. قبل ما نتكلم أيوب عن أي شيء، ما شاء الله إنجازاتك تتكلم عن نفسك. الحمد لله، كل هاي بفضل الله، ثم بفضل تشجيع الأهل وتشجيع الأصدقاء، والحمد لله. أيوب، خلنا نتكلم في البداية عن ابتكارك، شنو كانت فكرته وشلون طبقتوا هذه الفكرة؟ طبعاً أساساً فكرتنا جت من وين؟ طبعاً بما أني من ذوي الاحتياجات الخاصة، كنت أعاني من مشكلة وايد عودة، وأغلب الأوادم يعانون منها، اللي هو مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعاً بما أنك رحت مجمعات وكذي، تشوف أن المواقف دائماً محجوزة من قبل غير المعاقين. نعم. في يوم من الأيام أنا وخالي كنا بنروح السيتي، فشفنا أن أغلب المواقف، أنا اللي كنت أسوق، شفت أن أغلب المواقف كانت محجوزة. ففي هاللحظة فكرنا بفكرة أن شلون نحل هالمشكلة. فبما أني مهندس معماري وعندي خبرة في الروبوتات سابقاً، وخالي مهندس طيران وآي تي، ففكرنا ويا بعض ان ننشئ فكره جديده، ابتكار جديد، اللي هو سمارت اكسس. جميل. ايش كثر خذ وقت؟ دائما يعني المقترحات او الاختراعات الجديده او الابتكار الجديد يحتاج وقت. صحيح، يحتاج وقت. طبعا الفكره جت لنا 2016، وطورنا الفكره ل 2017، والحمد لله في 2017 بدعم من شيخ ناصر ووزارة الشباب ما قصروا معانا، شاركنا في عدة مسابقات وتأهلنا فيهم الحمد لله. جميل. أيوب، دائما الابتكارات الجديدة مثل ما أنت عارف دائما تحصل فيها صعوبات، تحصل فيها ممكن بعض العقبات، شنو أهم الصعوبات اللي ممكن واجهتكم في يعني تقديم هذا المقترح وأنه يكون على أرض الواقع؟ طبعا من أكبر الصعوبات اللي واجهتنا، طبعا كل شيء له صعوبات حتى لو كانت شيء بسيط. نعم. طبعا أول صعوبة اللي كانت هو الميزانية، طبعا كان شيء جديد ما كنا نعرف شلون نتعامل وياه، والحمد لله شاركنا في مسابقة انفنشن في البحرين ودعمونا وساعدونا ماديا ومعنويا، وعلمونا الطرق اللي المفروض ان شلون ناخذ براءة الاختراع الخليجية والبحرينية. نعم. وايضا من احد الصعوبات اللي واجهتنا اللي هو المعدات. طبعا نعم. المعدات، اغلب المعدات نفس ما تشوف ما كنا نقدر نحصلهم في البحرين او في الخليج، فطلبناهم من برا، والحمد لله خلال اسابيع ما طول شيء حصلنا المعدات وسويناها. جميل الاصرار اللي كان عندكم. بالنسبه حق مشاركتك اللي تكلمت عنها في برنامج انفنشن اللي كان تبع وزاره الشباب والرياضه في 2017 وحصلتوا جائزه الاتقان فيه، كلمني عن التجربه. دائما هاي التجارب لها تاثير ولها ذكريات حلوه، كلمني أكثر عن هالتجربة. طبعاً التجربة كانت من تجربة حلوة بالنسبة لي، لأن تعرفت على أوادم وايد زينة وياي، لحين قاعدة أتواصل وياهم، وتعلمنا أشياء من بعض، لأن تقريباً كنا مجموعة مخترعين مع بعض، وكان تقريباً نفس المسابقة، وتأهلنا خمس من الأشخاص تأهلوا علشان يروحون معرض الاختراعات الدولي في الكويت، واحنا كنا منهم الحمد. لما شاركت كنت يعني كنت عارف ان ممكن هذا يكون الطريق اللي يوديك حق ان اختراعك اليوم يكون على ارض الواقع. في البدايه ما كنت اتوقع، لكن الحمد لله من اول مقابله سويناها معاهم شجعونا بحراره وعجبهم الفكره من البدايه. نعم. ودعمونا وايد وقالوا لنا انتم ان شاء الله لكم مراتب
عليا في المستقبل. جميل يا أيوب، مثل ما نشوف ما شاء الله في مجموعة من الجوائز، منها الذهبي ومنها البرونزي، أكيد أنك مشاركات كانت داخلية ومشاركات خارجية. كلمني عن أهم الدول اللي شاركتوا فيها، أهم المعارض اللي كان لكم حضور فيها. طبعا من أهم المعارض اللي شاركت فيها واللي أثرت فيني شخصيا اللي هو معرض الاختراعات الدولي في الكويت، لأن علمتني وعرفتني على وايد أوادم من مختلف الدول. شفت أوادم من الصين، شفت أوادم من أوروبا، شفت أوادم من روسيا، والحمد لله حصلنا الميدالية البرونزية من الكويت والميدالية الذهبية وكاس ذهبي بعد، كاس مشاركة من البرتغال. طبعا اللي كرمنا كان رئيس المخترعين، رئيس معرض الاختراعات الدولي في البرتغال مستر فرناندو، طبعا لحين قاعد اتواصل معاه. جميل. والسنه اللي فاتت كلمنا ندعانا ان نشارك في معرض الدولي في البرتغال، لكن بسبب الظروف الصحيه ما قدرت اشارك فيها، وان شاء الله السنين الجايه بكون لنا مشاركات اكثر. ان شاء الله نحاول نشارك مشاركات اكثر وحقق انجازات اكبر واكثر. بالنسبه حق تفاعل الاجانب، مثل ما تفضلت مجموعه من الجنسيات اللي شافت الاختراع واكيد احتكيت ويا وايد ناس، مدى يعني ردت فعلهم على مشروعك؟ طبعا في البدايه وايد اوادم كانوا مستغربين ان شلون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصه قدر يحقق كل هالانجازات. قالوا لنا هالشيء هل بالنسبه لك صعب ولا لا؟ ما في شيء صعب عليكم. ما في شيء صعب. نعم. فشرحت لهم الوضع وقلت لهم ان ما في شيء صعب ونقدر كلنا نسوي كلنا نفس الشيء، وعجبهم الفكره وشجعوني اني اواصل في اختراعات. جميل، ان شاء الله مزيد من الاختراع. ان شاء الله. ايوب، تكلمت في البدايه عن تخصصك للهندسه المعماريه، إيه؟ هل تفكر ايضا يكون عندك ابتكار يخص هاي الاتجاه او شيء في الهندسه يعني؟ اكيد الهندسه المعماريه شيء وايد مهم بالنسبه لي، والحمد لله الحين انا في مشروع التخرج. مشروع التخرج عباره عن مركز اعاده تاهيل لذوي الاحتياجات الخاصه. جميل. وان شاء الله بعد هالمشروع بحاول ان اطور نفسي اكثر واكثر، وبيكون في حاليا قاعد اشتغل على اختراع يتضمن الهندسه المعماريه وذوي الاحتياجات الخاصه بنفس الوقت. اكيد احنا ودائما منتظرينك في البرنامج إن شاء مع الله. مزيد من اكيد الاختراع. اكيد ايوب، في الختام يعني نحب انك توجه رساله للشباب البحريني اللي انت واحد منهم، اللي يعني عنده ممكن فكره معينه، عنده طموح كبير، توجه له رسالة بما أنك مخترع لشيء وايد مهم في المجتمع. قل لهم رسالة من أيوب أنها تشجعهم على طبعا اختراع. بالنسبة لكل ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودة في البحرين، حب أقول لكم رسالة أن الشخص المعاق مو يعني أنه نهاية العالم. أنت اللي تقرر يا تكون إنسان متميز عن غيرك أو تكون عادي نفس باقي الناس. أنت اللي تقرر بصرارك وعزيمتك يا توصل فوق او تكون تحت. Disability does not mean inability. شكرا ايوب، احنا فخورين فيك وانا مستمتع جدا في المقابله، وارجع اكرر احنا منتظرينك هني في الاستديو مع المزيد من الابتكارات ان شاء الله. يعطيكم العافيه. فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع نكمل فقرات شمس البحرين. حياكم الله مشاهدينا من جديد. الحين راح نتحول حق فقرة الهوايات الأسبوعية، وضيفاتنا لهذا الأسبوع حاولت تبحث عن هواية تكون متنفس لها بعيدا عن ضغوطات العمل. خلونا نتعرف عليها في التقرير ونرجع وياكم. الكروشيه فن يعطي راحة نفسية خصوصا اللي عندهم ستريس من الدوام، أرجع أفرغ الطاقات السلبية كلها وتطلع، فكان يعني متنفس، فأحب هاي الأشياء، هواية جدا ممتعة. أول ما تخرجت من الجامعة وأدور هواية أشغل فيها نفسي بعد الدوام، يعني كنت أدور أشياء مور فن لأن أنا خريجة بزنس،
فأدور أشياء غريبة، أشياء جديدة. فتعرفت عليه لأن كان عندي سنارة وتعلمته وأنا في سن صغير ونسيته. أول شيء كنت أصمم ملابس حق الباربي اللي عندي، ومع أن أنا ما أعرف أصمم ملابس لأشخاص يعني كبار، بس حبيت أسوي أشياء صغيرة. وبعدين دخلت في مجال الدمى، يعني أول دمية لي اليوم محتفظة فيها، حتى يعني مو أطلعها لولا أحد قليل، بس أحبها عزيزة. حبيت الفن، يعني شيء جدا جميل، وقمت أشتري كتب وعلى يوتيوب وأشياء، الحمد لله تدربت من نفسي. ومن بعدها قمت أجرب أشياء ثانية، يعني أحب أتعلم أشياء ثانية. فتعلمت شلون أسوي مفارش، أغراض للبيبيز، بس دائما 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 أعشق أصمم دمى، وأحب على شكل أشخاص، يعني يعطوني صورتهم أسوي الأوتفيت كامل من اللبس من الشعر، بس أحب يعني تكون دمية. الحمد لله الوالدين خصوصا خواتي الأهل، عندي خالاتي عماتي بناتهم، دائما يشجعوني وكانوا كل يقولون لي سوي بزنس سوي بزنس، والحمد لله يعني أشوف هما أول زباني كانوا ولليوم. أحس ذكرى جميلة، بتكون ذكرى لشخص جميلة، خصوصا إذا كانت هدية من شخص عزيز. في ناس مثلا شنو يقولون، أبي أتذكر هاي اللحظة اللي كنت فيها في سفرة في مناسبة، فيحبون شكلهم يكون موجود بس على شكل دمية. أصعب تحدي ولليوم إن كل شيء لازم أقوم فيه بنفسي، من أصمم باترون الدمية لحد ما أنا أصنعها بنفسي، تصويرها، الإيديت للصور، وكل شيء أضطر أنا أسوي بنفسي. أول ما ابتديت أدرس كان شنو، أطلع من دوام 5-6 يكون عندي مثلاً كلاس 7، فأبتدي وما كنت أحس إني ما أحس إني تعبانة، بالعكس فرحانة. في دمى ممكن في يوم يومين تجهز، في دمى تاخذ اكثر، وانا احب اكون دقيقه لابعد حد، ان الشكل في النهايه مثل الصوره اللي استلمتها. في المستقبل اطمح يكون عندي مركزي الخاص تعليم الحرف اليدويه، ان شاء الله اقدر الف سلسله كتب. حاليا شغاله على باترونات الخاصة، وإن شاء الله أقدر يعني أنتج سلسلة كتب كلها لتصميم دمى وكروشي. أعود لكم من جديد. كم هائل من معلومات تصلنا يوميا، فيها الصح وفيها الخطأ، وعلينا مسؤولية كبيرة تجاه المعلومات اللي نحصل عليها. شلون نعرف ونسيطر على هاي الكم الكبير اللي يصلنا بشكل يومي في عصر تميز أنه عصر معلوماتي وعصر كثرة المعلومات؟ ولتسلط الضوء على كيفية التعامل مع المعلومة ينضم معنا في الاستديو الأستاذ رؤوف الفردان، مدرب ومؤلف في مجال علم النفس و التنمية البشرية. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور. حيا الله من يوم. تفضل حيا. طبعا ما في سلام بعد. حيا. يعطيك العافية. أستاذ رؤوف، مثل ما قالت المقدمة أن تصلنا الكثير من المعلومات بشكل يومي، منها الصح ومنها الخطأ. في البداية إذا نعطي نبذة بسيطة للمشاهد الكريم أن شنو معنات المعلومة؟ طبعا أولا تعريف مهم للمعلومة، المعلومة عبارة عن وارد حسي أو ذهني داخلي، حسي خارجي أو ذهني داخلي، يستتبع حكم. هذا الحكم إذا صدقته راح يترتب عليه شعور أو وسلوك خارجي.
فهذا فإذا من دون حكم ما له أثر، من دون تصديق ما له أثر أصلاً، حتى من دون تصديق ما يعتبر حكم يعني. فهذه عبارة عن المعلومة، زي المعلومات نفسها إذا كانت بهذا الشيء يعني هدفها الغاية النهائية منها يا تأثير في المشاعر يعني تغير مشاعرك أو تغير في سلوكك أو في النهاية تغيير في الوعي. طبعاً تغيير في الوعي أفقياً وليس عمودياً، يعني سعة الوعي تتغير. حتى العبارة معروفة العلم نور عبارة جداً عميقة وحقيقية. القصد منها هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن أن إذا عرفت شيء موجود في الخارج مثل كأنه في داخل ذهني في مساحة مظلمة الحين أنارت. هو كذي، فكل ما تعلمت كل ما زارت هذه المساحة المنيرة داخل الذهن، هذه السعة. أما عمودياً فيكون بالتركيز والحضور والتأمل، يعني هذه الوسائل اللي ترفع عموديا. مثلا اذا كان في شد وجذب للانتباه، انا حافظت على انتباهي ووعي وتركيزي عالي، هني اقدر ارفعه بشكل عمودي. فهذه عباره عن المعلومه بشكل مختصر. جميل. كيفيه التعامل مع المعلومه، مثل ما انت عارف والكل عارف ان معلومات وكم كبير من المعلومات يصلنا عبر مختلف يعني وسائل التواصل او مختلف الاساليب، شلون نقدر نتعامل مع المعلومات؟ حلو السؤال، جدا حلو ومهم طبعا، يلمسنا احنا في واقعنا، يلمسنا حتى في بشكل عام. هذا مهم ان شلون نعرفه. قبل ان نتكلم عن التعامل مع المعلومه، نتكلم عن مصادر المعلومات. في عده مصادر، منها عندنا مصدر الحس، مصادر الناقلات العصبيه من الاحاسيس الخارجيه والداخليه. الخارجيه مثل الاحاسيس الموجوده، الداخليه مثلا من المعده، من الامعاء، من كذا. الخارجيه قد يكون الم من الحراره، هذا مصدر مصادر المعلومات. عندنا ايضا قراءه، غير القراءة عندنا الاستماع، فأنا أسمع مثلا قد يكون صوت قد يكون كلام، النظر للصور، هذه كلها عبارة عن مصادر معلومات. فراح نتكلم إن شاء الله عن التعامل مع المعلومات. فهذه النظر عندنا، غير أيضا التفكر. التفكر عبارة عن عملية طرح أسئلة، الواحد لما يسأل يتساءل هي قاعد يتفكر الحين، فهذا أيضا مصادر المعلومات. عندنا أيضا التأمل، التأمل عبارة عن حضور اللي هو مصدر الانتويشن أو الحدس، هذا يكون في التأمل. وآخر شيء إذا وصلنا إحنا 6 و7، اللي هو عبارة عن ربط والفصل بين المعلومات أو التحليل والتركيب، لما أركب بين معلومات، هذا أيضا يعتبر أحد مصادر المعلومات. هما في مصادر 7 يمكن ذكرت أنا 6 و7 مو متأكد يعني. فشون الحين سؤالك هو أن كيف أتعامل مع المعلومة، هذا جدا مهم. أنا أحب أتطرق لهذا السؤال تحديدا، أنه بعد ما أعرف الحين ما قلنا أن في معلومات تطرأ أو تعبر عن واردات ذهنية داخلية أو حسية خارجية بيستتبعها حكم، قلنا صح؟ حكم يصدقه يعني الإنسان. فهذه الواردات لما توصل داخل ذهن الإنسان، فحين قبل لا أقول شو نتعامل معها، خلينا نقول شنو التحريفات اللي ممكن تطرأ على هذه المعلومة. فهاي التحريفات طبعا هذا الموضوع جدا عميق مفيد للناس، ممكن حتى بعد ما نخلص الفقرة تسوون دوم هوم ورك، تروحوا تسوون ريسيرش على الموضوع جدا مهم. شيء يسمونه الكوجنيتيف ديستورشن، اللي هو الانحرافات في المعرفية والتشوهات المعرفية. في عدة تحريفات تصير على هذه المعلومة، احنا راح نتكلم ان شاء الله ان شلون اتعامل مع المعلومة الحين. وتصور تحريف بعد تحريف، تحريف بعد تحريف، ممكن توصل المعلومة حق شخص بعد مجموعة من التحريفات، يعني يوصل شيء جدا بسيط. تعرفون بعد حتى التجربة الموجودة في فيديو موجود في اليوتيوب أو في بين الناس، انتشر إن مثلا هذه الأكتيفيتي اللي هو النشاط، إن في مجموعة من الناس، واحد يقول لواحد، واحد يقول لواحد، يوصل في النهاية الأخير غير اللي أول واحد قال. طبعا هاي تحريفات بين الناس. أيضا في تحريفات توصلك أنت بنفسك، في تحريفات في الحس وفي تحريفات في الذهن، أغلبها في الذهن نتكلم. طبعا في الحس مثلا أنا قاعد أسمع صوت، تمام، شدة فرضها 60 ديسيبل، 60 ديسيبل شدة الصوت، ايش كثر يعني؟ لكن لو واحد عنده ضعف السمع، ايش كثر راح يسمع؟ هل راح يسمع بنفس راح اقل؟ فاذا صار في انحراف في المعلومه، تشويه للمعلومه اللي وصلت، مش الحقيقه، ما تطابق الواقع والحقيقه، فهذه في الاحاسيس. في عندنا في الذهن، داخل الذهن ايضا في بعض العمليات تصير بحيث انها تشوه المعلومه اللي دخلت، وهذا موضوع يسمونه كوجنيتيف ديستورشن، هكذا تبحثوا عنه. موضوع جدا ممتع وجدا مهم، واصلا حتى في الحياة اليوميه احنا نستخدمه بشكل عام في السلانج لانجويج. مثلا من هالاوفر جنراليز، راح اذكر بس بعض الامثله، انه الموضوع بخلي 100% اكثر من ساعه حتى نتكلم عنه. لكن مثلا واحد منها هو الاوفر جنراليزيشن، التعميم. اكيد تعميم تعرفه، مثلا واحد التقى مع واحد مثلا من ايرلندا او من اي بريطانيا، فما عامله معامله حلوه، فيرجع بعدين ايش يقول بريطانيين. كل بريطانيا هذا يسوون التعميم. هذا غلط، هذه انحراف، هي تحريف المعلومه. تمام. في منها ايضا اللي هو الفلترنج. الفلترنج هي بعد ان مثلا انا اطالع الحدث، كل حدث فيه ايجابي وسلبي. تعبير الدكتور احمد الإمارة يقول لكل شيء خلقنا زوجين، عباره كل شيء زوجي ايجابي وسلبي. فانا لما اطالع بس على الجانب السلبي مثلا،
فأفلتر الإيجابي الحدث فيكون أنا ما أشوف بس السلبي، هذا أيضا يعتبر فلتر، كأنه فلتر وتعميم في نفس الوقت، ممكن يعني راح تسوي أيضا سلبي. أيوة. أو مثلا واحد يلبس نظارة، نفترض أنه مثلا نظارة حمراء، شو راح يشوف العالم؟ أحمر طبعًا. نظارة سوداء راح يشوف؟ أسود راح يشوف. فأيضا هم الفلترينج، فهذه أنا لما أركز على جنبة معينة فيكون أيضا تشوه الحقيقة المعلومة في الواقع هي اللي وصلتني، فهذا أيضا الفلترينج. عندنا غير الفلترينج وغير الجنراليزيشن عندنا البرسوناليزيشن، هو التشخيص أو الشخص، أنا ممكن تعرفون هذا الشيء مثلا أن أنا شلون أخذ المعلومة بشكل شخص. طبعا بعض الأحيان واحد يعرف أنه هو مثلا المقصود، أحيانا مش أنت المقصود بس في بالك يعني تأخذها بشكل شخص. أيضا هذا تحريف الفكرة، ومثلا في الآية القرآن يحسبون كل صيحة عليهم، كل صيحة يفكر عليه يعني. فإذا هذه الشخص البرسوناليزيشن. عندنا غيره بعد قلنا الفلترينج، قلنا اوفر جنراليزيشن، برسوناليزيشن، في بعد كم نموذج الحين، في كوجنيتيف ديستورشن، في اكثر من واحد انا بس احاول اتذكر بعد منهم بعد اي. فهذه تمام هي عباره عن انحرافات في الفكر. ايضا ماجنيفاينج جدا مهم، الماجنيفاينج زي ما ذكرته اللي هو عباره عن تضخيم الحدث، مثلا قد يكون مقداره هذا فانا اضخمه اسويه اكبر من حجمه، اكبر من حجمه بكثير تمام، بمئات المرات. اي هذا حتى في الحياه اليوم، مثلا واحد يبالغ في الكلام لما يوصل معلومه يقول ما تدري شنو صار امس، صار كذا وكذا، هو في الواقع اصلا كذا واحد جدا بسيط. اي او ترى حتى بالعكس قد يكون حدث فعلا سيريس وهذا ترى يصير، هو يصاغر يخفضه فيطيح في ما لا يحمد عقباه بسبب تخفيضه لاهميه هذا او مقدار هذا الحدث تمام. فاذا هذه وفي غيرها في الانترنت لو تشوف في تسوي ريسيرش، في مثلا من واحد ذكر 10 20 15 50 حتى كوجنيتيف ديستورشن. فهي انواع التحريفات وصل المعلومات. طبعا الحين لو بذكر ما هي الحصانه، الحين سؤال اذا احنا ذكرنا ما هي الحصانه ان انا ما اطيح في مثل هذه الكوجنيتيف ديستورشن، الجواب هو ان ستيك تو ذا تروث از ات از، يعني بي ابسولوتلي اونست، ان خليك صادق 100% وارتبط بالحقيقه كما هي، لا تزيد بهارات ولا تنقص ولا، هذه هي كما هي يعني. وفي دعاءات ما الله يقول الله، احنا في دعاء عندنا نقول اللهم ارنا الحق، اللهم ارنا الاشياء كما هي. نعم. في دعاء كذي ان مثل ما هي من دون تحريفات. زين فهو هذا. نعم. رجوع على سؤالك، انا طولت عليك. لا ولا يهمك طبعا. نرجع على سؤالك كيف اتعامل مع المعلومه، هذا جدا مهم. التعامل الصحيح مع المعلومه، الحين وصلتني معلومه وارد ذهني في داخلي او حسي خارجي يستتبع حكم، هذه المعلومه شلون اتعامل معها؟ اولا ريسيرش بيسك، لازم يكون لازم يكون عندك بيسك ريسيرش سكيلز، يعني مهارات بحث اساسيه، شلون تبحث تتاكد ان مثل هاي المعلومه، شلون مو مطلوب منك تصير باحث حتى قبل لا يبحث، استاذ اتصور لازم يعرف وين يبحث اساسا، وين يبحث، فلا هاي كلها مهارات البحث. نعم. وين ابحث، شلون ابحث، على الاقل بيسك، ولا راح تضيع. نعم. ما راح تضيع، تسمع كلام كذا تصدقه بعدين تطلع في النهايه شيء. نعم. غلط. فازي هذا اول شيء بيسك ريسيرش سكيلز، ومن اهم طرقها ومن اهم الشروط مالها انك تبحث اكثر من مصدر، ما يكون بس مصدر واحد، تأكد مصدر ثاني. فحتى في الطب مثلا لو واحد اخذ من دكتور معلومه مثلا قال لي ترى الدواء كذا تشخيص كذا، فهو شلون يتاكد؟ احنا نقول له تو بي ري اشورد سيك سكند اوبينيون، روح خذ لك راي ثاني من دكتور ثاني. نعم. وثالث ورابع، فتحس باطمئنان. هذا ترى يعتبر نوع من البحث ايضا. فالبحث اول شيء البيسك ريسيرش سكيلز. بعد الريسيرش عندنا شيئين، تقييم المصدر السورس وتقييم المعلومه نفسها. طبعا هذا في يمكن اللي يسوي ماستر ودكتوراه يمكن يعرفون هذا الشيء اوريدي. فالتقييم المصدر قلنا، وتقييم شنو؟ المعلومه نفسها. المصدر السورس بعطي بس مثال بسيط يعني حتى بس المشاهد، مثلا انا شفت مثلا في حساب في انستغرام، في حساب انستغرام يتكلم باسم وزاره التربيه والتعليم فرضا، وجاب معلومه زين، الحساب الطالع فيه مثلا فيه 5 متابعين 10 متابعين وما في علامه الصح، هل هذا مصدر موثوق؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا، واضح يعني. نعم. صح. نعم. فإذا ما أعول على وذكر. نعم. معلومة وزارة التربية والتعليمين تنفيه وغير رسمي في نفس الوقت، وغير رسمي. نعم. لكن تروح للمصدر الرسمي تتأكد هل قالت الوزارة كذا وما قال فرضا، فهذا مهم جدا. فهذا. نعم. تقييم المصدر. طبعا في أشياء ثانية غير تقييم. نعم. السورس عندنا، غير تقييم السورس المصدر، تقييم المعلومة نفسها بغض النظر كان المصدر موثوق أو لا. قد يكون مصدر موثوق تقيم المعلومه، قد يكون مصدر غير موثوق تقيم المعلومه. هذا. نعم. تعرفه ناس كثير مثلا في بال انه في مصدر معين غير موثوق، فاي معلومه تجي منه خلاص خطا. نعم. هذا غلط اصلا، هذا انت غير تسوي. نعم. تقيم المعلومه قد تكون صح. نعم. فهم شلون؟ فمثلا حتى في عندنا عباره انه خذ الحكمه ولا من افواه المجانين مثل ما يقولون شيء كذي. فهذه المقصود فيها ان اي معلومه تجيني حتى من مصدر ثاني انا في نظري غير موثوق بعد اقيمها. بالكلام عن استاذ رؤوف، بالكلام عن المعلومات وكثرت حتى مصادرها،
ليش وصلنا حق مرحله ان بسرعه نصدق المعلومه ونصدق ممكن اي معلومه؟ حتى انت يمكن تقرا المعلومه معينه تقراها مجرد قراءتها تعرف ان هي بعيده جدا عن الواقع، ليش صرنا بسرعه نصدق وفي نفس الوقت مو بس نصدق، نصدق وننشر؟ حلو، فهذا من اهم الاسباب هو سوري على الكلمه يعني، بس هو الكسل في البحث. نعم، الكسل في التأكد الله يقول له إذا مو ضروري يكون فاسق يعني، بس أنا بعمم الحين في نظر يعني. نعم، ما إذا جاءكم فاسق قم بنبه تبين، بس بشكل عام حتى لو كانت المعلومة زينة أيضا تبين. نعم، تبين أو أتأكد صح، مو على طول أصدق من هذا الشيء. نعم، أي فهو هذا، فالواحد يعني بسبب الكسل في البحث. وغير هذا أنا راح أتكلم الحين الموضوع اللي هو في نفس التعامل مع المعلومة، إن في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه في عبارة وهذه جدا رائعة في التعامل مع المعلومة، بالذات المصادر مثلا المتعارضة. نعم، أو المعلومات المتعارضة. أنا شلون مثلا أقدر أميز؟ إحنا نفترض أنا سويت ريسيرش، بحثت مصدر هذا ومصدر 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 على نفس المعلومة، وكل واحد عنده معلومته في نفس الموضوع مع الدليل ماله، شلون تحكم هني؟ شلون لو سألتك يعني شلون تحكم؟ والله هذه ممكن يكون فيها السؤال في حيرة، ممكن حيرة أروح أقرب للشيء اللي شوي منطقي، في منطقية لو كانت عندي معلومات خاصة بالمعلومة اللي أنا بحثت عنها. أوكي، في حديث أورد يعني النبي إنه هو بما معناه استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك، هذا في الغرب حين يسمونه listen to your heart أو الانتويشن أو الحدس. نعم، تمام، إن لو صار في تعارض وين بصدق قلبك وين يقول لك إنه هو الصح، وهذا لو كان في تعارض بالمعلومات. أورد سويت الريسيرش وكلهم منطقيا مقنع، اختار كل واحد، بل احيانا رأي اصلا هو يقدم. ايوه، احيانا حتى اصلا قلبك يعني تسمع الى قلبك يعني. هو هذا يعطيك ايضا الاتجاه الصحيح في التعامل مع المعلومه. بالنسبه حق كم المعلومات، شلون نقدر نقنن من المعلومات اللي تصلنا؟ لان يمكن يوميا احنا نقرا الاف المعلومات عبر مختلف وسائل التواصل، حتى في احاديثنا مع الاصدقاء والاقارب. أيوة، وحتى في الصحف ومختلف المصادر، شلون نقدر نقنن هالمعلومات؟ طبعا التقنين هو بالتحكم بالحواس، ما في شك. نعم، من هذا الشيء يعني، هذا شيء انت راجع الى اختيارك انت. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، فانت تراقب سمعك وبصرك يعني، مش معقول مثلا يوميا من الصبح لليل كل اطالع اخبار 24 ساعه يعني، هذا شيء فطبيعي مثلا راح تاثر حتى نفسيتي مثلا، حتى يمكن احلم بالاخبار ممكن اتخيل يعني. فاذا هذا ان اراقب بذات السمع والبصر. نعم، السمع والبصر هذا اهم مصدرين، اهم مدخلين من الاحاسيس من ناحيه المعلومات. نعم، في مدخلات ثانية من الأحاسيس، بس هذا تراقبهم بحيث أنك أنت تختار وين توجه هذا اللي هو السمع والبصر. وعلى طاري أصلا حتى المعلومات اللي توصلنا وكذا. نعم، فأحين كتعامل الحين نفترض أنك في معلومة هي أنا أسميها مربعات الأربع في التعامل مع المعلومة، أو في ناحية الخوف والحذر. نفترض جت إليك معلومة تمام مخيفة، طبعا مخيفة هي في نظرك خلت تكون منذرة. نعم، محذرة، مو قصدا مخيفة. نعم، يعني. نعم، فشون تعامل الناس مع المعلومات هذه اللي هي معلومات المخيفة؟ في أنا أسمي أربع مربعات، في عندنا خوف فوق وعندنا حذر هني، في عندنا خوف مع حذر، خوف من دون حذر، في عندنا حذر من دون خوف، في عندنا حذر مع خوف، لا حذر ولا خوف يعني، إذا أنت فهمت شو المقصود. فالخوف مع الحذر هذا أغلب الناس في نظر يعني، يشعر بالخوف يأخذ حذر في الخارج. في عندنا ناس اللي هو خايف بس من دون حذر، ها طبعا بعشت يعني شنو، انا بصراحه ما اشوف بالعاده الناس، بس هذا يسمونه في حاله فريزنج، اذا فايت فلايت فلي اللي هو اذا واحد صاد خوف يا يعني انه هو يقاتل يعني. نعم، او فلايت يهرب، او انه فريز يتجمد في مكان، يتجمد في محل. اي فهذا يتجمد يعني انه خايف بس ما في حذر، لا ما في يعني خطوات خارجيه، في الجانبين هو في خطر، فورنتي فاخذ السيء كان من اثنين يعني. نعم، في عندنا خوف، معليش، في عندنا لا خوف بس مع حذر يعني، حذر بس من دون خوف. وهذه الحالة احنا نركز عليها، وهذا اللي ادعو المشاهدين يتبنوها يعني في حياتهم. نعم، انك تحذر في الخارج، وصلت معلومة مخيفة، هي اصلا مخيفة، منذر محذر لك، خذ الاحتياطات الخارجية، وانت فاهم شو المفروض اقصد. نعم، تاخذ الاحتياطات الخارجية، تاخذ لكن في داخل نفسك ما تعيش الاضطراب والخوف. نعم، حافظ على اطمئنان قلبك يا اخي يعني، حتى لو انسان بيموت، يموت وهو مطمئن، ليش يموت وهو خايف مضطرب؟ استاذ، بالنسبة حق التطور التكنولوجي الكبير اللي أيوة، اللي نشهده في أيامنا، وأيضا كمية المعلومات اللي صرت أنقلها، شلون نقدر نفرق بين المعلومات الصحيحة والمعلومات الخاطئة؟ لأن المعلومات الخاطئة سواء كانت معلومات يعني صح يعني زينة أو غير ذلك، في كل الأحوال ممكن تكون يعني
خطيرة على المجتمع بشكل عام، حتى لو كانت معلومة صحيحة، لكن فيها في الأول وفي الأخير فيها ممكن يكون خداع، ولو كانت معلومة عكس ذلك أيضا فيها خطورة على المجتمع. سؤال جدا مهم وحلو. أنا شيء أسميه فرق بين الهدى والضلال. طبعا لا حد ياخذ، لا حد يفتكر أنه هو الستيريوتايب الديني اللي هو الصورة النمطية الدينية، لما واحد يقول هداية وضلال يفكر بباله أنه يصلي وكذا. لا، ما أقصد هذا، أقصد الهدى والضلال العلمي. المقصود في الهدى معناته المعلومة الصحيحة، تمام، والضلال هو معلومة خاطئة. مثال، مثلا أنا أبغى أروح الكويت، تمام، بطلع من البحرين وطالع الكويت، فطلعت ودخلت الخبر وحين بروح الكويت، فأشوف لافتة مكتوب عليها إلى الكويت، تمام، ومشيت مشيت مشيت، بعد ما أدري كم 50-100 كيلو ولا أكتشف ترى أنا رايح الرياض. هذا شيء يسمونه هني، هاي يسمونه هاي لافتة أضلتني. فهمت الفكرة مو؟ أو بالعكس، مثلاً أنت فاهم شلون الفكرة. فهذا المقصود بالهدى هو اللافتة لما يدلك على طريق، هو في النهاية راح يوديك للشيء اللي قال لك في البداية. وهذا مثال ممكن شائع بين الناس، مثلاً واحد يقول أنا أبغي السعادة مثلاً، فيروح يبحث يبحث، في ناس ترى يقول لك السعادة من هالطريق، ويعطون معلومات. يمشي يمشي، في بعد سنين يمكن، والله بعدين يمكن يعطي نصايح لولده، يقول يا ولدي ترى انا اعطيك خبره سنين وشون، ان انت ماشي في الطريق ترى هذا ما راح يعطيك، وهم ما يكتشف الوهم اللي بعدين. فهذا شنو ده؟ كان في ضلال يعني. في فالهدى هو انك اللافته تدلك فعلا، توديك للغايه اللي انت تبغيها اللي مكتوبه اصلا في البدايه. فهذا معناته المعلومه الصحيحه. طبعا الحين السر العجيب في الموضوع في الهدى هو، وان كان في احنا قلنا الريسيرش صح، احنا قلنا اوريدي في التعامل مع المعلومه الصح، شلون التعامل الصحيح مع المعلومه، اني لازم يكون عندي بيسك ريسيرش سكيلز، ولازم عندنا غير ريسيرش قلنا تقييم المصدر اللي هو السورس، وقلنا تقييم المعلومه نفسها، وقلنا بعدين اللي هو حديث النبي اللي فيه انك استفتي قلبك. هذا في حاله انه هو متحير، بل احيانا حتى انت متحير بعد تختار هذا الشيء، انك تتبع احساس قلبك. احنا نقول الحين شنو في سر عميق في موضوع الهدى والضلال. انه أنا أعتقد شخصياً يعني، وهذا شفته من تجربة أيضاً، إن الهدى أصلاً من الله. ليش من الله؟ لأن ممكن إنسان يعمل ريسيرش، أنت مثل المثال اللي قلته، يعمل ريسيرش ويسمع لكذا، هو فعلاً سوى، مع ذلك بعد طاح في المعلومة غلط. شلون كذي؟ لأن الهدى هو من الله، الهداية من الله، تمام؟ إزين الهدى من، ترى في آية قرآن تدعم هذا المعنى بشكل واضح، إن الهدى من يهديه الله فهو المهتدي، الله هو اللي يهدي يعني في النهاية. طب وين كان هو مشيئة من الإنسان؟ لكن الحين شنو السر؟ عطنا السر حتى أنا مثلاً احصل على الهدى في الحياه، لان الهدى في الحياه جدا مهم. انت بتخسر اشياء في الحياه، قد يكون فلوس، تخسر مثلا صحتك بسبب ضلال، بسبب معلومه اضلتك يعني، صح؟ فالهدى جدا مهم في حياه الانسان. فشنو السر العميق؟ السر العميق في نظري وفي اعتقادي الشخصي يعني، انه هو نيه صادقه في داخل القلب في طلب الحقيقه، سواء كانت لك او عليك، لغيرك او عليهم. ابعد عباره مره ثانيه عشان نختم فيه. اي السر العميق هو عبارة عن نية صادقة في طلب نية قلب صادقة في طلب الحقيقة، سواء كانت لك أو عليك، للآخرين أو عليهم. إذا كانت عندك هذه النية صادقة في نظري الله راح يعطيك هداية. أقدر بس أقول سؤال يعني، في سؤال مع حلقة أعتبر أنه هو شيء حلو يعني، سؤال علمي نفسي، تمام؟ هذا بس إثارة بذات ممكن ناس قاعدين في البيوت وكذا ممكن يفكرون، فأعطيهم هذا السؤال يفكروا فيه. اللي يعرف الإجابة صراحة ممكن أعطيها التهدية من عندي بعد، تقدر تسأل على الانستغرام والفيسبوك أو أي مكان. السؤال هو، أنا سألت دكتورة في الطب النفسي، هذا كنت في إيرلندا لأن أعطتنا محاضرة، فأعطيتها هذا السؤال، وأصلا هي جاوبتني على فكرة، ما جاوبتني بالإجابة بس قالت لي إن لو أعرف الإجابة فراح أحصل على جائزة نوبل. تخيل شلون هالدرجة العمق السؤال. السؤال هو إن في قصة موجودة معروفة، إن في اثنينهم كانوا تحت الأب، نفس الأب، الواحد منهم انتهى به الحال إنه يكون عاقبته مش حلوة، سيئة مثل إدمان وكذا، الثاني ناجح في حياته. فالسؤال مالي الحين، هم اثنينهم سألوا الأول، قال لي أنت ليش صرت كذي؟ ليش صرت بهذه العاقبة؟ فشنو الجواب؟ شنو الجواب توقع مال؟ إحنا بالنسبة لي ممكن قد يكون منطقي باعتبار تأثير البيئة. فقال إن إذا كان أبوي كذي شنو توقع مني أصير؟ حلو؟ فمنطقي بالنسبة لنا، أبوه ما كان زين فهو انتهى بهالحال. الثاني سألوا نفس السؤال، والعجيب إنه هو جاوب نفس الجواب، يقول إذا كان أبوي كذي شنو توقع إنه أوصل، يعني شنو توقع مني راح أصير؟ فالسؤال مالي هو أن ليش هذا، مع أنه اثنين نفس الظروف، نفس البداية، نفترض أنه نفس البداية، ليش هذا اختار هذا الاختيار وهذا اختار هذا الاختيار بغض النظر عن التحفيز والاقتناع، مع اقتناعه مع أسباب مقنعة بالنسبة له، قد يكون باقتناع وقد يكون بدون اقتناع وتحفيز، فليش هذا اختار الاختيار هذا وليش ذاك اختار هذا الاختيار؟ جميل، ونترك الجواب فرصة الجواب للمشاهدين للتفكير. شكرا أستاذ رؤوف لوجودك. أهلا وسهلا، شكرا على كم المعلومات، وإن شاء الله دائما تكون معلومات بالنسبة حق الناس يعني تكون وراها أساس علمي وأيضا صحيحة صحيحة ومن مصادرها الموثوقة. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك. مشاهدين وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم من شمس البحرين، نشوفكم إن شاء الله بكرة، في أمان الله.